السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضر مع بعض حلوة الطابع، رحينا نحضرها بنفس الطريقة التقليدية وأيضا بنفس المكونات وبدون أي تغييرات، ورحينا نشوفوا الطريقة اللي حتخلينا نحصلوا على حلوة الطابع تكون طالعة تكون خفيفة وتكون مشقوقة أيضا وما تكونش معلكة الداخل. نتمنى فقط أنكم تركزوا جيدا في جميع النصائح اللي حنقدمها لكم نهار اليوم. أما فيما يخص المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا لأول مرة، نتمنى انضمامكم للقناة بضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وأيضا ترك لنا التعليق إذا كان عجبكم الفيديو. أما فيما يخص المقادير، بالنسبة للمقادير في الوصفة الأصلية كاين 12 حبة تاع بيض، اليوم إن شاء الله حنبدلكم المقادير لأربع حبات من البيض الآن، وأثناء التحضير إن شاء الله راح نتحدثوا على المقادير لـ 12 حبة تاع بيض. في الأول راح نحتاج حوالي 250 غرام من الزيت اللي هي كوب وربع من الزيت. عندنا كمية من الفارينة أو الدقيق الأبيض حوالي 650 غرام من الفارينة اللي هي 5 أكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندنا أيضا كوب من السكر اللي هو 220 غرام، 20 غرام أيضا من الخميرة الكيميائية، 4 حبات من البيض، والعنصر الأساسي في الوصفة اللي هو قشور الليمون اللي لازم يكون حاضر. كاين ناس بزاف تستعمل الفانيلا لكن في الوصفة الأصلية نستعملوا قشور الليمون. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير، وأول نصيحة راح نقدمها لكم، الحلوة تاع الطابع ما تنخدمش بالمضرب الكهربائي ولا بالفوي، نخدموها فقط باليد. علاه نخدموها باليد؟ لأنه لازم البيض مع السكر نخلطوهم فقط باه يتقطع لنا البيض، ماشي باه يذوب السكر، لأنه كي نبداو نضربوا فيها السكر تاعنا يولي يذوب، يعني راح يولي سائل، وإذا ولا سائل باش راح نعوضوه به عاود يتماسك، راح نعوضوه بكمية أخرى من الفارينة. يعني إذا كنا راح نستعملوا 600 غرام من الفارينة، كي نذوبوا البيض مع السكر راح يتضاعف الحجم تاعو وراح يزيد يدي كمية أخرى من الفارينة اللي راح تخلي الحلوة تاعكم تجي ناشفة بزاف وأيضا يجي فيها اللب الداخل. لذلك الحلوة تاع الطابع نخدموها فقط باليد، يعني متعود نخدم ب 12 حبة تاع البيض ونخدمها كامل باليد، يعني ما نستعملش كامل الباتور، وما راحش يديكم الوقت بزاف ولا راح يتعبكم، يعني حاولوا فقط انكم تتبعوا جميع المراحل. هكذا نخلطوا البيض مع السكر مليح، يعني حتى نحسوا انه البيض تاعنا تقطع مليح مع السكر. نخلطوهم مليح حوالي دقيقة أو دقيقة ونصف فقط، لاحظوا القوام تاع البيض كيفاش يكون، يعني يمتزج جيدا مع السكر ومشي لازم يذوب السكر. راح نضيف الكمية تاع قشور الليمون، هنا استعملت قشور حبة ليمون كبيرة، إذا كان عندكم الليمون صغير استعملوا قشور زوج حبات. نخلطوهم هكذا مليح ونبدأ نضيف في الزيت تدريجيا، يعني الزيت ما نديرهاش كامل في وقت واحد، هكذا تدريجيا هكذا، ونزيد أيضا الكوب يعني غير بالشوية فقط. فيما يخص المقادير للوصفة الأصلية اللي فيها 12 حبة تاع البيض، كانوا يخدموا 12 حبة تاع بيض ويحكموا معها 1 كيلوغرام تاع السكر، بالنسبة لكيلو تاع السكر ينقصوا منه كوب، ينقصوا كوب تاع السكر ويديروا الباقي مع البيض. وأيضا بالنسبة للزيت كانوا يخدموا 1 لتر تاع الزيت ينقصوا أيضا منه كوب ويديروا الكمية تاع الزيت. والخميرة الكيميائية كانوا يستعملوا 6 أكياس اللي هي 60 غرام. أما فيما يخص الفارينة يعني كانوا يديروا بكمية قليلة حتى وين تتمسك العجينة. أنا فقط قسمت المقادير هذيك باه تحصلت على المقادير اللي حنمدها لكم اليوم. هكذا نبقى نزيد في الزيت بكمية خفيفة فقط، يعني حتى تلقاو المزيج أنه بدا يثقل في يدكم، يعني ما يبقاش خفيف. هكذا لاحظوا القوام تاعنا كيفاه يتكاثف ويولي ثقيل، هذاك الوقت نبدا نضيف في الكمية تاع الفارينة اللي نكون غربلتها. هكذا نزيد كمية أخرى، وراح نضيف أيضا الكمية تاع الخميرة الكيميائية اللي نكون أيضا غربلتها. وحلوة الطابع ما نعجنوهاش يعني فقط بالأصابع تاعنا، هكذا ندخلوا كامل الكمية تاع الفارينة. هنا راني مسحت يدي فقط بالقليل من الزيت، هكذا نزيد لك كمية خفيفة فقط على الفارينة. فيما يخص الناس اللي تحب تستعمل نشاء الذرة اللي هي المايزينا، ننصحكم انكم ما تستعملوش المايزينا في هذه الوصفة، كاين اللي يستعمل كوب تاع مايزينا وكاين اللي يستعمل نصف كوب وكاين اللي يستعمل اقل. ننصحكم انكم ما تستعملوهاش لانه المايزينا راح تنشف لكم الحلوة وراح تخليها تيبس في وقت قصير، وايضا المايزينا راح تنقص لكم في الذوق، يعني كي تمر مدة تاع اسبوع او 10 ايام على هذه الحلوة تلقاو الذوق تاعها وكانه قديم بزاف مع انه الحلوة تكون جديدة. لذلك ننصحكم انكم ما تستعملوش المايزينا في هذه الوصفة. ونضيف اخر كمية وراح نعاود ندخل هذه الكمية تاع الفارينة.
لكن ننصحكم انكم ما تضيفوش اكثر من 5 أكواب فارينة. لاحظوا كيفاش تبقى تتلاصق، يعني ما راحش تتماسك بزاف هكذا، يعني ندخلوا الفارينة فقط بلا ما نعجنوها. لاحظوا القوام كيفاش يبقى يتلاصق، لانه الايادي تاعي مازالوا داخل في العجين. ننزع العجين من بعد ندهنوا يدنا بالزيت ونرفعوا العجينه تاعنا. هنا راني دهنت يدي بالقليل فقط من الزيت. لاحظوا، يعني لاحظوا كيفاش تكون طريه، ما تيبسوهاش فقط هكذا. لاحظوا القوام تاعها كيفاش يكون، يعني بمجرد انكم ديروا الزيت في يدكم القوام تاعها راح يتماسك كامل. الان راح نديرها في كيس بلاستيكي وراح نحطها في الثلاجه ترتاح حوالي نصف ساعه. بالنسبه للناس اللي حب يديروها في المجمد، يعني تقدروا تحضروها بهذا الشكل ونحطها مباشره في المجمد ونخليها لمده 10 أيام، من بعد تجبدوها وتخدموا بها عادي. لانه احيانا انا نخدم فقط بنصف الكميه ونصف الباقي نخبيها في المجمد، بعد اسبوع او 10 أيام نعاود نجبدها ونخليها يعني في حراره المطبخ، من بعد نعاود نطبعها ونطيبها عادي، وراح تعطيكم نفس النتيجه اللي مدتها لكم في النهار الاول. الان راح ندخلها للثلاجه ونخليها حوالي نصف ساعه. هنا العجين تاعنا راه ارتاح وتماسك، راح ندي كميه من الزيت. لاحظوا معنا راح نحط كميه هكذا، نديروا مسحه من الزيت. وننصحكم انكم يعني تستعملوا الزيت ما تستعملوش الفرينه، لانه لو كان نستعملوا الفرينه ونكونوا في فصل الصيف العجين تاعكم راح يبدا يطرى وراح يبدا يلصق لكم، وراح تضطروا انكم ديروا كميه كبيره من الفرينه، وهذيك الفرينه راح تعاود تمتصها العجينه، يعني راح نوقعوا في المشكل انه نكثروا الفرينه للعجين. لذلك ما نستعملش الفرينه، نستعمل الزيت احسن. وراح نفتحوا العجين يعني بالطريقه التقليديه بدون ما نستعمل لا الحلال ولا كيس بلاستيكي، فقط العجين تاعنا نخلوه شويه خشين، يعني ما نعملوهش رقيق. هذا الشكل هكذا راه كافي. بالنسبه للقوالب انا اخترت هذا النوع تاع القوالب، انتم تخيروا اي نوع تفضلوه، لكن حاولوا دائما انه القوالب تاعكم يكون شويه صغار، يعني ما يكونوش كبار بزاف، يعني كيطيبوا ماشي حبه وحده تعمرنا الطبسي. بهذا الشكل الحبه ما راحش تكون كبيره بزاف وراح تجي عاليه. راح ندير لها شويه تاع الفرينه في الاول، ندير لها كميه من الفرينه ونبدا نطبع. بسم الله هكذا، ننزع هذو الزوائد. لاحظوا الشكل تاعها كيفاش يكون وكيفاه تكون عاليه. هنا رانا كملنا حضرنا الحلوه تاعنا. في الاخير راح ناخذ صفار البيض معاه شويه تاع بياض البيض، يعني ما نستعملش حبه بيض كامله، نستعمل الصفار كامل وشويه فقط تاع بياض مع قرصه تاع ملح، يعني ما نكثرش الملح، ونضربهم مع بعض. يعني كما راكم تلاحظون نعملوا مسحه خفيفه فقط، ما نكثروش البيض. الان ما راحش ندخل الحلوه تاعنا للفرن، راح نخليها ترتاح حوالي 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق نعاود نزيد ندهنهم للمره الثانيه بالبيض، يعني دهنناهم المره الاولى نخليهم يرتاحوا 10 دقائق، نزيد ندهنهم للمره الثانيه من بعد باش ندخلوهم للفرن. وهذه من اهم المراحل للناس، يعني ما تعطيلهاش اهميه كبيره، لانه في تحضير هذا النوع تاع الحلوى عندنا 33% للمقادير مضبوطه، 33% لطريقه التحضير و33% ايضا لطريقه الطهي، لانه الفرن تاعنا لازم يكون مسخن مسبقا على الاقل 20 دقيقه في درجه حراره تكون شويه عاليه 200 درجه. اللي عنده الفرن يشعل في الاسفل وفي الاعلى يشعلهم الاثنين، واللي عنده الفرن يشعل في الاعلى في الاسفل عفوا، من بعد نطفيه باش نشعل في الاعلى، نشعلوه في الاسفل 15 دقيقه، من بعد نطفوه في الاسفل ونزيدو نشعلو له في الاعلى 5 دقائق، نخلوه يسخن مليح. من بعد ندخلوا الحلوى تاعنا في الرف اللي فوق الوسطاني ونشعلو في الاسفل ونغلقوا الفرن. بهذه الطريقه الحلوه تاعنا ما راحش تطيح، يعني ما راحش تعاود تكبر على الجوانب، تبقى محافظه على الشكل تاعها وتطلع للفوق، لانه كي يكون الفرن بارد الحلوه تاعكم تعاود كامل تهبط على الجوانب والحبه تولي كبيره بزاف. لذلك لازم نسخن الفرن كما كنت قلت لكم 15 دقيقه في الاسفل، من بعد نطفي ونشعلو 5 دقائق في الاعلى يزيد يسخن مليح، من بعد نطفو له في الاعلى، ندخلوا الصينيه تاعنا ونشعلو لها في الاسفل ونخلوها طيب في درجه حراره 200 درجه. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي حين تتحصلوا عليها. حلوة الطابع راح تلقاوها كامل مشقوقة وراح تلقاوها طالعة أيضا، والعمر تاع الوصفة هذه العمر تاعها يتجاوز 50 سنة. راهي مدتها لي يما ربي يحفظها إن شاء الله، ادعوا لها فقط بالشفاء، راهي مريضة شوية. كانوا زمان يخدموها بنفس الطريقة اللي قدمتها لكم اليوم بدون ما يستعملوا فيها لا فانيلا ولا مايزينا ولا حتى حليب بودرة، أو أيضا كان يستعمل فيها خميرة الخبز، يعني بدون ما نستعمل أي إضافات أخرى، فقط الوصفة الأصلية.
وكانوا لما يحضروها ما يطيبوهاش في الدار، كانوا يبعثوها مباشرة عند الخباز، لأنه الزمان في الأعياد كانوا يحضروا الحلوى يبعثوها عند الخباز كامل الطيب. بقات آخر مرحلة فقط، راح نقسم وحدة إن شاء الله وراح نشوفوا القوام تاعها. بسم الله، يعني بمجرد أننا نحطوا اليدين تاعنا يعني هتنقسم بكل سهولة. شوفوا ما شاء الله كيفاش تكون الداخل، يعني تلقاوها كامل مهوية الداخل، ما تكونش معجنة. هذه هي النتيجة النهائية وصفت عنها اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.